بريطانيا كعضو في مقاتلة شبح إفشارتة 35 الأمريكية سولاي. ستكون F-35B القوة الرئيسية للطيران البحري البريطاني في المستقبل. على طول تبحث المملكة المتحدة بنشاط عن طرق لتحسين القدرة القتالية لطائراتها المقاتلة. 6 يناير 2021، وزارة الدفاع البريطانية والمقاول MBD يعلنان سيكون بعد توقيع عقد إنتاج بقيمة 550 مليون جنيه استرليني تجهيزاً إفشارتة 35B بصواريخ كروزا مصغرة جديدة. قالت البحرية الملكية إنها ستكون سلاح الضربة الأساسي لطائرة إفشارتة 35B. هذا الصاروخ هو الرمح الذي سنتحدث عنه اليوم. 3 صاروخ سبير، الاسم الرمزي باللغة الإنجليزية سبير، ترجمت حرفياً على أنها تأثيرات دقة قابلة للتحديد في النطاق. حرب أفغانستان عام 2001، الجيش البريطاني يكشف النقص في أسلحة الضربة الجوية الدقيقة التي يتم إطلاقها من الجو. من هذا تم اقتراح خطة تطوير أسلحة قطرة. تنقسم الخطة إلى مرحلتين. هدف المرحلة الأولى هو تطوير صواريخ قصيرة المدى تطلق من الجو، تعديل صاروخ بريمستون المضاد للدبابات بنظام MBD. هدف المرحلة الثانية هو تطوير صواريخ طويلة المدى تطلق من الجو، نسخة محسنة من صاروخ كروز ستورم شادو باستخدام MBD. حتى عام 2010 تقريبا اقترح الجيش البريطاني خطة تأثير الضربة الدقيقة بعيدة المدى الاختيارية، يعرف أيضا باسم مشروع الرمح. يعتقد أن تقسيم قدرات الأسلحة مرتبط بمدى الصواريخ وجودتها. يجب أن تعطي معدات الصواريخ الأولوية للصواريخ عالية الدقة لتحسين نظام الصواريخ. هذه الخطة في الواقع تقسم خطة الإطلاق إلى 5 مراحل. مرحلة سبير شرطة 1، تم تصميم الرأس الحربي الترادفي لذلك وتحسين أداء نظام توجيه GPS. مرحلة سبير شرطة 2، مزيد من التطوير للتوجيه ثنائي الوضع، تحسين دقة الصواريخ من خلال الاستخدام المتناوب لرادار الموجة المليمترية والتوجيه بالليزر. مرحلة سبير شرطة 3، ضعف اعتبارك مدى التصميم الذي يزيد عن 100 كيلومتر، صواريخ كروز التي يزيد وزنها عن 100 كيلو جراما بشكل رئيسي للأهداف البحرية، ويمكن دمجها مع مقاتلة إفشارتة 35B. مرحلة سبير شرطة 4، إنها نسخة مطورة من سلاح المواجهة بعيد المدى شادو أوف ذي ستورم. وسبير شرطة 5 هو مشروع لتحل محل شادو أوف ذي ستورم، تم تصنيفها الآن ضمن مشروع فيوتشير كروز أنتي شيب ويبن كاسو. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن سبب هذا التقسيم هو شراء الأسلحة لتلبية الحاجة إلى التكامل التدريجي على طائرات تورنيدو وتيفون وإفشارتة 35B وطائرات المقاتلة بدون طيار في المستقبل. بعد الانتهاء من خطة الرمح، استكملت وزارة الدفاع البريطانية قريباً المرحلة الأولى من التعديل التحديثي للصواريخ، ثم في معرض فارنبورو لطيران 2012 تصميم صاروخ لانس 2، وفي عام 2014 و2015 على التوالي استكمال عروض الطيران واختبار إطلاق النار. كان في الأصل صاروخاً مضاداً للدبابات يطلق من الجو، طورته شركة MBD البريطانية على غرار صاروخ هيلفا الأمريكي. خدم في الجيش البريطاني منذ عام 2005. في عام 2007 طلب سلاح الجو الملكي البريطاني إضافة قدرات توجيه الليزر شبه النشطة، قم بترقيته مرة أخرى في عام 2010. تطوير صاروخ مضاد للدبابات يتم إطلاقه من الجو، اعتماد نظام توجيه الليزر والموجة المليمترية أكثر تقدماً. تتبع الهدف في البيئات المعقدة، تم تحسين اختراق الدروع، كما تم زيادة المدى من 8 إلى 20 كيلومتراً إلى 40 إلى 60 كيلومتراً. الأداء يلبي بشكل أساسي متطلبات المرحلة الثانية من خطة الرمح. منذ ذلك الحين أجرت وزارة الدفاع البريطانية وMBDI تقييماً للرمح 3. مرحلة التقييم تركز على سلسلة توجيه، يشمل الباحث ووصلة البيانات والرأس الحربي وجهاز الاندماج. حقق أخيراً الغرض من الإطلاق التجريبي في مارس 2016. تم إطلاق لانس 3 بواسطة مقاتلة من طراز تيفون. قبل بلوغ الهدف، قم برحلة تعمل بالطاقة وأكمل سلسلة من الإجراءات. بعد 4 سنوات من التقييم،
وزارة الدفاع البريطانية وتم بي دي أي في مايو 2016. توقيع عقد تطوير الرمح الثلاثة رسمي بقيمة 411 مليون جنيه استرليني. بالإضافة إلى إفشارتة 35 بي، يمكن أيضاً تجهيز صاروخ الجديد بطائرات التايفون المقاتلة البريطانية في الخدمة. يعتمد صاروخ لانس على التكوين الأساسي للصاروخ، وهي تتألف من محركات وأنظمة توجيه ورؤوس حربية ومكونات جناح وما إلى ذلك. الرمح ثلاثة بسبب استخدام المحركات النفاثة، لذا أضبط جسم الصاروخ على المقطع العرضي لصاروخ كروزا. يبلغ طول صواريخ سبير 3 مترين، قطره 0.18 متر، يزن 100 كيلو جراماً فقط، سرعة دون سرعة الصوت، أجنحة قابلة للطي على الظهر، تصميم سحب الهواء مخصص لسحب الهواء على كلا الجانبين، الأجنحة الثلاثة للذيل على شكل حرف واي، استخدام محرك نفاث صغير تجة شرطة 150 كمحطة لتوليد الطاقة، مدى يزيد عن 140 كيلو متراً. الفتحة الموجودة على الجانب الخلفي للقذيفة هي منفذ السحب المدفون للمحرك التوربيني. يعطي تربوجيت الرمح ثلاثة قدرة أكبر على المناورة وقدرات توجيه ومدى أكبر. يقدم صاروخ لانس ثلاثة مفهوم التصميم الشبكية، عزز الخوارزميات وقوة المعالجة، عنصر تصوير أورف من خلال الباحث. القذيفة قادرة على رؤية وتسجيل صور المنطقة المستهدفة، أفضل جزء لا يتجزأ من بيئة ساحة المعركة الشبكية. الرأس يتبنى نافذة شفافة، يرجع ذلك إلى وجود التوجيه البصري في أوضاع التوجيه المتعددة. يتم تحقيق التوجيه في منتصف الدورة من خلال أجهزة الملاحة وتحديد المواقع بالقصور الذاتي عبر الأقمار الصناعية. يتم التعامل مع التوجيه الطرفي بواسطة الباحثين عن وضع ثنائي الموجات المليمترية والباحثين عن وضع الليزر شبه النشط. لديه وظيفة إرسال التعليمات أو تعديل معلمات الهدف أو إنهاء مهمة الضربة، أي أنه يمكن تغيير الهدف في أي وقت أثناء الرحلة. إعادة تخطيط مسار الصاروخ وهدفه، هذا يجعل الرمح ثلاثة لها القدرة على مهاجمة أهداف متحركة متوسطة وعالية السرعة مثل دبابات القتال الرئيسية والمدفعية ذاتية الدفع ومركبات النقل المدرعة والسفن، لتلبية متطلبات إصابة أهداف متعددة وتقليل الأضرار الجانبية. يبلغ حجم الرأس الحربي الرمح ثلاثة حوالي من 6 إلى 10 كيلو جراماً. صممت إنفيديا رأساً حربياً متعدد التأثير ومجموعة متنوعة من الصمات وعبوات ترادفية متعددة التأثيرات لاختراق الأهداف المدرعة. يمكن أيضاً ضبطه على تفجير مثل رأس حربي عادي شديد الانفجار، يمكن استخدامه بمرونة حسب الأهداف المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم تصميم صاروخ لانس ثلاثة معيار واجهة يوالي لطرازين مست شرطة 1760 وإفشارطة 35 بي لتايفون. ليس فقط لديه توافق عالي مع منصة التركيب ووضع الأساس لتطوير المشتقات، يمكن حمل لانس ثلاثة بواسطة إفشارطة 35 بي في حجرة القنابل الداخلية. يمكن أيضاً تثبيته خارجياً بواسطة مقاتلات ترنهيدو جيغور 4 وتايفون، كما سيتم استخدامه في الطائرات المقاتلة بدون طيار في المستقبل. من بينها يمكن لتايفون تركيب ما يصل إلى 16 قطعة. يمكن لطائرة إفشارطة 35 بحمل ما يصل إلى 8 في حجرة القنابل الداخلية. يمكن تركيب المزيد من الصواريخ على الأجنحة. بعد اكتمال إنفيديا تطوير صاروخ سبير ثلاثة، من المخطط أن تكون على متن الطائرة إفشارطة 35 بحلول عام 2025. أداء ممتاز لصاروخ سبير ثلاثة. دع وزارة الدفاع البريطانية لديها آمال كبيرة في ذلك. هناك أيضاً أخبار ذلك. تعمل إنفيديا أيضاً على أحد مشتقات الحرب الإلكترونية سبير ثلاثة. هذا النموذج يحمل الاسم الرمزي لانسيو، دمج حمولة الحرب الإلكترونية المصغرة ليوناردو. يمكن استخدامها كجهاز تشويش وفخ، التغلب على الدفعات الجوية للعدو وخداعها. يمكن استخدامها مع صواريخ سبير ثلاثة التقليدية في القتال، خداع أو إعاقة رادارات الدفاع الجوي للعدو من قبل سبيريو. والرمح ثلاثة مسؤول عن مهاجمة معداته ذات الصلة، يعمل الاثنان معا لتدمير شبكة الدفاع الجوي للعدو. سيحسن بشكل كبير من بقاء طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني.
سيؤدي تآزر الاثنين لتدمير شبكة الدفاع الجوي للعدو إلى تحسين بقاء طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني بشكل كبير وقمع قدرات الدفاع الجوي للعدو، وبالتالي يصبح سلاحاً مهماً للقوة. الرمح 3 من خلال التوجيه متعدد الأوضاع، والرأس الحربي متعدد التأثيرات والمدى الأطول. إنها تلبي احتياجات الضربات الجوية بعيدة المدى للجيش البريطاني، ويمكنها أن تضرب بشكل فعال أهدافاً برية وبحرية مختلفة. يمكن لنوع واحد فقط تلبية مجموعة متنوعة من الاحتياجات القتالية. وقد ساهمت هذه معاً في الرمح سلسلة صواريخ ستذهب أبعد فأبعد.